الوالدين ديالي توفى وانا عندي 10 سنين، كبرتني خالتي الله يرحمها. توفات هي اللي كانت مقابلاني وهي اللي كانت كدير كلشي عليا. مشاهدينا الكرام، قصة صعبة والله العظيم. عايشة ما مرتاحاش حيت كنمشي بليكوس للمدرسة، ما نقدرش نبقى بحال هكا. ما كنحسش بالخروج لا بتا شي حاجة، كيخرج ليا في المدرسة الدراري تيبقاو يضحكوني، كيتمو راه شي حاجة خايبة. النداء كنوجه اولا لوزير الصحه، دخلنا عليك بالله الى ما شوف هاد الحاله. لكم الحق للبحث بدقه وانتقلوا لعين المكان منطقه النسيم، غنوضعوا رقم الهاتف ديال المعنيه والوثائق ها هما وبحثوا في الموضوع. هاد السيده هادي ما عطاهاش ربي خوها، ما عندها حتى واحد عند رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذه الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هذا الشاب اللي كنعتبرها معجزه تتحدى الصعاب. انا ما غاديش نسكت، غنبقى نهضر لانه داك الشيء تيألم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند الاخت فاطمه الزهراء. اخت فاطمه الزهراء قصه جد صعبه. مشاهدينا الكرام، فاطمة الزهراء القصة ديالها شيئا ما تتلائم مع قصة ساجدة المعجزة 2022 لعدد كبير من المغاربة تبعوها. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع وفي المقدمة، شكون هي فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء يتيمة عندها حوالي 37 سنة، توفوا الوالدين ديالها وهي عندها 10 سنين، ما عندهاش الإخوة. هذه اللي كتطبق عليها الا قالت عندي الله، كلام في الصميم. مشاهدينا الكرام، من بعد تزوجات ولدت البنيه، اشكاليات مع الزوج، تزوجات الزواج الثاني، توفى الثاني. الاساس اللي عند فاطمة الزهراء هو كيفاش ملي توفوا الوالدين ديالها وهي يتيمه، انها هي تخلق عائله اللي تستقر في الحياه ديالها، الا ان واقع الحال صعب صراحة. مشاهدينا الكرام، فاطمة الزهراء البنية الكبيرة اللي عندها 17 سنة كتمشي المدرسة بليكوش، تبعوا معايا. غادي تعاودي لي فاطمة الزهراء القصة ديالك، حنا تصنت ليك صراحة قصة غريبة، هزيتي الحمل بوحدك. غاتعاودي لي ملي توفوا الوالدين ديالك في 10 سنين، كيفاش تكبرتي وانت بوحدك، وفين كبرتي، تتزوجتي، وهنا غادي يلا. السلام عليكم خويا. انا خويا فاطمة الزهراء 37 سنه، الوالدين ديالي توفوا وانا عندي 10 سنين، كبرتني خالتي الله يرحمها. توفات هي اللي كانت مقابلاني وهي اللي كانت كدير كلشي عليا. مشاهدينا الكرام، قصه صعبه والله العظيم، ولكن يعني داكشي اللي تحملت هاد السيده لا اله الا الله. والان ما كاينش اللي كيعرفها، عندها جوج ديال الوليدات، الزوج الاول طلقت منه والثاني توفى. واخا انا غادي نساعد انا وياك، وساعديني. كبراتك توفات، كتب لك ربي عرفتي واحد السيد زوجتي هو الاب ديال هاد البنيه، طلقتي منه. طلقت منه بنتي عندها عام، وبقيت انا اللي كنخدم عليها، كندير اي حاجه. شنو سبب الطلاق؟ خويا البنت كان عندها عام تقريبا، انا كنطلقت منه لان ما تفاهمتش معاه، كان مبلي الله يعفو عليه، والبلي راه ما كتخلي حتى شي واحد حتى شي حاجه باش يقدر يدخل الماكله لوليداته، يعني داكشي هو اللي كيتصورو كيخسرو على راسو، وخدمه محدوده ماشي شي خدمه اللي صافي. وما تفاهمناش وكل واحد مشى في حاله، انا تنازلت على كلشي، بغيت غير بنتي ونخدم عليها وندير عليها انا كلشي، وهو الله يعاونه. صافي هذيك كملت حياتي، انا كنخدم على بنتي في الميناج، فاش ما كان فاش ما لقيت كنخدم، اللي كان طرفت الخبز حلال كيعيش قليل وربي كيدير فيه البركه الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين، بقيت كبرت بنتي حتى جاب لي الله ولد الناس اللي تزوجت به وولدت معاه الولد، وخلى لي وليد تا هو باقي صغير،
الحمد لله على كل حال. هو توفى توفى خويا مات. سبب الوفاة؟ خويا غرق في البحر، مشى يعوم وغرق في البحر. صافي اخويا، وانا خلاني ديك الساعه ندير عمليه القلب. انا اصلا كنت غنموت في هذيك الساعه، كنت ربي لي عالم بيا. فاش سمعت الخبر انا تصدمت، والحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله في الاخير لقيت عند بقاو عندك جوج وليدات، عندك البنيه 17 سنه وعندك الوليد. طلع هاد البنيه دابا تمشي للمدرسه بليكوش. غادي تشرحي لي القصه ديالها مال القصه ديال بنتي ملي دكات الفاكسان وقع لها هادشي اللي وقع لها. الدرية تبدلت حياتها رأسا على عقب، ما بقاتش كيف ما كانت. صافي ديتها للسبيطار ولات خاصة عملية، دارت العملية. الدرية خرجت من العملية ما كتحسش براسها، كدير كلشي تحت منها، الخروج حاشاكم والبول. يعني وهي ما كتمشيش على رجليها بحال شي بشلل يعني. هي كانت مشلولة مشلولة، نص ديالها التحتاني كله مشلول، ما كتوقفش على رجليها نهائيا. مع الترويض في السبيطار 8 شهور هي ناعسة، عاد بشوية بشوية. هادشي من مورا الفاكسان؟ في الوقت كانت كتمشي؟ كانت كتمشى نورمال، كانت طبيعية، كانت بحال أي بنت في السن ديالها حتى وقع لها هادشي. الأطباء ملي استشرتي معاهم وديتي عندهم، شنو التشخيص اللي عطوك؟ شنو علاقة الفاكسان بهادشي؟ ما تيعطوني حتى شي، ما لحد الان ما عندي حتى شي حاجه ما عارفاهاش انا على بنتي، ما عارفه والو. اللي كنعرف ان بنتي خاصها الترويض، صافي كنسول على شي حاجه ما كيعطونيش اجوبه مقنعه. انا كأم باغا بزاف الاسئله، باغا لهم اجوبه، ما باقا ما عرفتهمش. المعلومات اللي عندي، هاد البنيه كتقرا مزيان وكتمشي للمدرسه بالكروسه وكدير لي كوش وكتجيب معدلات وانت خبزه هي الخير، ما عندكش في الدار. كيفاش كتعيش اخويا؟ ما عنديش اللي غيدخل ليا حتى شي خبزه، انا يا غير ديال راسي والراجل متوفي الله يرحمه، والدريه هي مريضه حتى هي. ليكوش انا ما كنلقاش باش ناخذهم ليها، كنحل غير في ديك الكوشه اللي غادي ندير لها. وكدير لا سوند، كنخوي لها حشاكم البول خمسة المرات في النهار، خاصه 25 درهم باش نبقى نخوي لها البول في النهار. وزائد ليكوش، وكندير ليكوش وكندير القلع، والبول كيطلع لها حتى لصدرها في الصباح، كنلقى البول حتى لصدرها. والميكروب ديما عندها الميكروب لا سوند، يعني اللي كيشوفوني راه غادي يعرفوا لا سوند اشنو كي اش كيدير لا سوند. واخويا راه الخبز انا ما كنلقاش باش نوكل حتى ولادي، انا مابقيتش كنفكر حتى في الماكله ولا في الشراب، انا بغيت غير بنتي تعالج ليا. انا فاش كنت انا يتيمت صغيره وما عارفه حتى شي حاجه، باقا كنلعب ما كنعرفش، امي كتموت حدايا وانا ما عارفاش مع المعنى الفقدان الوالدين ولا داك الشيء. والحمد لله دابا انا كبرت كبرت، وكنقول ديك البنت كنشوف فيها الدنيا وما فيها، كنقول ان شاء الله حتى هي تعوضني ودير، وقدر الله ما شاء فعل. وداك الزوج اللي قلت غادي نكونوا اسره، وانا درت اسره ديالتي البسيطه الصغيره على قدي، ده الله. وانا بقيت كنتقاتل مع الحياه ومع الزمان الصعيب، والبنت مريضه ليا ومكرفصه، وانا كنت كرفص معها. ولكن انا ما كيضرنيش تكرفيسي، انا ما كيضرنيش، انا ما كضرني مرضي، ما كضرني حتى حاجه، كضرني غير بنتي اللي انا باغاها توقف على رجليها وترجع ليا كيف ما كانت، وما تبقاش تعيط عليا من الطواليت، ماما اجي خوي ليا، ماما اجي ديري ليا. انا ما بقيتش بغيت نعرف داك الشيء، انا ما بقيتش بغيت تكون بحال اي وحده، تمشي لمدرستها بوحدها، تقضي غرضها بوحدها، وتكشف على راسها بوحدها. تبارك الله راه كبيره، ولكن كنحسبها بحال يلاه ولدتها من جديد عاوتاني، كنحسبها باقا صغيره. لان وليت كندير لها لا سوند، وليت كن كلشي كلشي عزكم الله كلشي. شنو اللي كيطلبوا لك دابا في هذا التطويب ديالها؟ كيطلبوا لي دابا اخر حاجه كانت طلعت لها السخانه ب 41، قال لي الطبيب خاصك ديها عند اختصاصي ديال البوله باش تعرفي المشكل ديال بنتك الحقيقي شنو هو. لانني انا لحد الان باقي ما عرفتش مرض بنتي، مازال ما عرفتوش. انا عارفه الشيء اللي عندها كيف ما قلت لكم، ولكن التفسير ديالو مازال ما فهمتوش انا. الطب هادو هادشي اللي جاوبوك ما شرحوش لك؟ ما شرحوش ليا، ما شرحوش ليا. انا الطبيب تابعها كنبكي عليه، بغيت نبوس ليه رجليه، كنقول الله يجازيك بخير ديرها بنتك، غير قول لي شنو عندك. يقول لي ما قدر نقول لك والو، طلبي الله. صافي سير طلبي الله وخلاني ومشى، وانا كنتمنى من الله هو يشوف فيها ويشافيها من عنده. الله يفرجها لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، نتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، اللي حاولنا ما امكن اننا نشوفوا هاد الوثائق الطبيه، تحليل ديال ما هو طبي، وهذوك الناس داو الاختصاص في الموضوع، انه شيئا ما هاد الجرعه اللي كتكون تختار
اماكن ضعيفه، يعني كيقدر يكون واحد المرض مكون من قبل، ولكن هاد الاماكن اللي كتكون في الجسم ضعيفه ولا فيها اشكاليات صحيه هي اللي كتعاني في الاخير، وهي اللي كتفجر الاشكال الصحي اللي عند الانسان. مشاهدينا الكرام، هذا مجال له ذوي الاختصاص، غادي نشوف مع المعنيه في الامر كيفاش كتقرا. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيفاش دايره مع المدرسه وكتقاومي واخا ليكوش واخا المرض؟ كتجيبي تبارك الله معدلات مزيان، كتحداي كلشي. عاودي ليا. انا بغيت نمشي للمدرسه وبغيت نقرا، حيت عليا داك العام بسبب المرض دوزت داك العام كامل في السبيطار، ما بغيتش نعاود العام تا هو. كان عايشه ما مرتاحاش حيت كنمشي بليكوش للمدرسه، ما نقدرش نبقى بحال هكا. حتى انا ما تنحس بتا شي حاجه، ما كنحسش بالخروج لا بتا شي حاجه. كيخرج لي في المدرسه الدراري تيبقاو يضحكوني، كيتم راه شي حاجه خايبه. انا ما نقدرش نبقى بحال هكا حياتي كامله. ملي كنسول الاطباء ما تيقولوش لي شنو كاين، ما تيقولش لي راه بس عندي شي حل ولا شي حاجه، تيقول لي صبري. انا ما نقدرش نبقى بحال هكا حياتي كامله، خصني نتعالج باش نكمل حياتي ونكمل قرايتي، حيت ما بغيتش نضيع قرايتي قبل قبل هادشي. بارك لك بارك لك، الله يسترك بنيتي يا ربي، وان شاء الله غتكوني بخير وكملي المسار الدراسي ديالك وحنا معاك. مشاهدينا الكرام، خير الكلام ما قل ودل. هاد القصة كلها فيها المعاناة ديال هاد الأم يتيمة، ولكن الأخير ديال الإبنة ديالها قالت لي كنمشي للمدرسة وما تيتقبلونيش التلاميذ اللي تيقراو معايا على الخروج اللي كيقدر يكون عندي وأنا كندير لي كوش. كلام جد جد صعب وصادم وله تحليل وله أبعاد واضح. مشاهدينا الكرام، النداء كنوجه أولا لوزير الصحة، دخلنا عليك بالله إذا ما شوف هذه الحالة. أنا قلتها لك بطريقة اللي تكلمت بشق النفسي، دخلنا لك لوجه الله إذا ما شوف هذه الحالة، وتنتمنى أي واحد شاف الفيديو بارطاجيه وصله. شابة 17 سنة كتقرا مزيان، كتمشي في الكروسة، عندها إشكال، كدير لك واش الأمور واضحة، وكيتسائلها في القسم، وهذا الشيء يشكل عليها إشكال كبير، رغم أنه الأول الموضوع أصعب حتى هو بكثير. الأم كانت كتمنى الخير في هذه الوليدات، لأن كبرت يتيمة ومات والديها وهي عندها 10 سنوات، شدات الخالة كبرتها، توفات الخالة، لقات المآل ديالها هو كيفاش غتصنع القرار في الحياة. لقات الزوج الأول إشكال كبير تدرج، وهي شابة محافظة، مات والماتش معاه في مخدرات في أمور أخرى اللي كان كيستهلك، كان المآل هو الطلاق، أبغض الحال عند الله الطلاق. الزوج الثاني ولدات معاه وليد، بغى الله تعالى توفى، والمآل ديالها الآن بيد الله عز وجل. دورنا هو إيصال صوت هذه العائلة للمغاربة والمسؤولين بشكل خاص إلى السيد وزير الصحة يهتم لنا بهذه الحالة، وتضافر جهود المؤسسات. واعتقد بانه عندنا مؤسسات كتكلم على المراه، ما دورها في مثل هذه الحالات؟ هذه قصه انسانيه 100%. لكم الحق للبحث بدقه، وانتقلوا لعين المكان منطقه النسيم، غنوضعوا رقم الهاتف ديال المعنيه والوثائق ها هما، وبحثوا في الموضوع. هاد السيده هادي ما عطاهاش ربي خوها، ما عندها حتى واحد، عند رب العالمين. وهاد البنيه، وهاد البنيه اللي كما قالت كتمنى فيها بزاف الوضع الصحي ديالها، راه تكلمنا عليه. مشاهدينا الكرام، النداء الاخير، ارجوكم كل من ساعد هاد العائله اجر محسوم على الله عز وجل. دورنا هو ايصال صوت هاد العائله كما لا صله لنا بالجانب المالي، المعامله بين المحسنين وذاك المحتاج. ارجوكم بارطاجيو هاد الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائده، ونوصلوا للمبتغى في الموضوع اللي هو انقاذ يسرى والام ديال اليتيمه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هاد الشابه اللي كنعتبرها معجزه تتحدى الصعاب. انا ما غاديش نسكت، غير نبقى نهضر، لانه داك الشيء تيألم. 17 سنه تتمشي في الكروسه، ساكنه في الدوزيام ايطاج، الناس كيهبطوها ويطلعوها
وباغا تقرا وكتجيب معدلات العام اللي فات صعبت عندها الامور وما قدرتش تكمل، وهي كتقاوم هاد العام هي وليكوش والكروسه، وما عندهاش حتى اللي يجيب ليها دول بسيط جدا. والاخر ارجوكم مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.